أصحاب عجلات الحمل يعتصمون في ميسان احتجاجا على الأموال التي تجبى منهم في محطات الوزن. المعتصمون أشاروا إلى سيطرة الأحزاب والميليشيات على تلك المحطات، وهي التي تتحكم بفرض التسعيرة عليهم. أصحاب العجلات أشاروا إلى تخلي الحكومة والسياسيين عن موضوعهم. دعونا نتابع. اسمعوني، هذا طريق بصرة عمارة زور المجر، دول جماعة الطابوق، جماعة السبيس، جماعة كل التريلات والقلاويات مظلومين هنا محافظة ميسان من وراء الميزان. الأحزاب، الميليشيات، شو نسميها سميها، ها هاي الأحزاب قاعد تاخذ الميزان كاظتي، تاخذ 20,000، الرايح 20,000 والجاي 20,000. هاي حق الناس ماخذينه. الناس تريد تناشد رئيس وزراء سماحة السيد مقتدى الصدر، محافظ ميسان ما جايهم، جماعة البرلمانيين ما حد جايهم، السائرون ما جاهم، أكثريتهم سألتهم يقولون احنا انتخبنا السائرون. ليش ما تجون لهاي الناس الفقراء؟ ليش اكو عصابات كاظة الطرق وياخذون 20,000؟ تسليم بالشارع، يعني بعد كم يوم راح يوقفون ويقطعون الشارع على التريلات مال البنزين والغاز، ويصير ضجه بالبنزين والغاز. عندك البصره متظاهرين هسه بخابرينهم الناصريه السماوه، راح يقطعون السريع الدولي، هاي السيارات مالتهم، وراح يقطعون الطريق مال التريلات الغاز والبنزين. يوم ما سوون حل للناس، اذا ما سوون حل نفتح كلا كلا للفاسدين، كلا كلا للفاسدين، كلا كلا للفاسدين.